احتلم فأفداه بعض الناس بهجوم الغصن، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات الذين هم في المتابعة والمشاهدة لبرنامج هلا سألوا. برنامج هلا سألوا يأتيكم على الجزائرية الخامسة، قناة القرآن الكريم، خدمة لإخواننا وأخواتنا وإجابة لهم عن أسئلتهم واستفساراتهم. في مطلع لقائنا وبدايته نرحب بصاحبي الفضيلة الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور، مرحبا. مرحبا أخي محمد صالح، بارك الله فيك، الله يبارك. ونسعد بتلقي مكالمات الإخوة والأخوات بعد بيان موضوع اللقاء على الأرقام الهاتفية التالية: 021-39-42-42 أو 021-39-43-44. إن مما خص الله به سبحانه وتعالى الأشهر بمزيد من فضل الأشهر الحرم التي جاءت مذكورة في قول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقد جعل الله تعالى لهذه الأشهر حرمة لحكم جمة، وجعل لتحريمها صورا عديدة. عن الحكم والصور نقف أحبة الإيمان في بداية هذا اللقاء ومطلعه، نتعلم ونستفيد إن شاء الله تعالى. منذ يومين دخل علينا شهر الله الحرام، شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم التي عظمها الله في كتابه، وعظمها النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمتها العرب كذلك، ويقال أنها من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم الخليل، حيث كان يعظم هذه الأشهر الحرم. جولة معكم دكتور سعيد في تاريخ هذه الأشهر الحرم، ونقف معكم سويا على حكمها وصور تحريمها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأشهر الحرم كما قال القرآن منها أربعة حرم: شهر رجب، وشهر الله المحرم، وذو القعدة، وذو الحجة. هذه الأشهر الحرم لابد أن نبين في البداية بأن للعربي يعني هم لا يعني يتعاملون مع هذه الأشهر وبحرمتها، والإسلام لم يأتي ليبدد كل شيء، ولكن جاء ليجدد وجاء ليبدد، جاء مجددا ومبددا، جاء مبددا للرذائل وجاء مجددا للفضائل. وقد قال ربنا في أمر الصيام مثلا: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حينما نقف عند هذه الآية والإشارة واضحة، كتب أي وجب، هذه من معاني كتب في القرآن الكريم، ولكن ربنا قال الصيام. لماذا لم يقل صيام؟ قال الصيام، يعني هذه الصيغة تفيد معلومية هذا الصيام، أي أنه معلوم عند السابقين. كقولنا مثلا: جاء الرجل، جاء الرجل، معناه هو معلوم عندنا. فحينما يقول محدثنا في مجلسنا جاء الرجل، المجيء معلوم، بارك الله فيك. والشخص معلوم، لو لم يكن معلوما لقال جاء رجل وبعدين نكره ونبحث عن هذا الإنسان. ولذلك ربنا قال كتب عليكم الصيام، إذن فالصيام كان معلوما في عند الأقوام السابقة، ولكن اختلف الصيام فقط. فنجد مثلا عند المصريين القدماء يصومون، نجد المصريين القدماء يصومون، نجد الإغريق يصومون، نجد اليونان يصومون، نجد الوثنيين يصومون، ولكن حتى الحيوانات تصوم، حتى الحيوانات تصوم، وأثبت علميا يعني. نعم، بارك الله فيك. عندها وقت تمتنع فيه عن، في أوقات تمتنع عن الأكل والشرب. عن الأكل والشرب. نعم. ومن لطائف ما وقع في دنيا الناس
أن بعض في بعض عند بعض الأقوام النساء تصوم الرجال لا يصومون، سبحان الله. وبعض الناس وبعض الأقوام تصوم عن أكل معين، عن طعام معين، ولكن لا تصوم عن باقي الطعام. إذن هذا الصيام معلوم، فجاء القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن في شريعة الله عز وجل في الإسلام في الدين الخاتم يأخذ صورة خاصة، صورة خاصة، نعم. بارك الله فيك، بقواعد خاصة. إذن هذا أمر معلوم. فالأشهر الحرم كانت لها حرمة عند العرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني الأخلاق الكريمة القائمة أكد عليها الشرع الحكيم في الوحي الطاهر بشقيه كتابا وسنة. إذن العرب كانوا والأقوام السابقة أعطوا حرمات لهذه الأشهر، ولكن القرآن الكريم أعطى لها حرمة خاصة، منها أربعة حرم: شهر رجب وشهر المحرم وكذلك شهر ذي القعدة وذو الحجة. الآن نحن مسلمون كيف نتعامل مع هذه الأشهر الحرم؟ كيف نعطي لها حرمتها التي أرادها الله عز وجل وأرادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجملة أمور؟ وكيف نعظمها يعني؟ وكيف نعظمها؟ بارك الله فيك. التعظيم يبدأ من حسن الاستقبال، فحينما يحل علينا شهر من هذه الأشهر ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهل وعلينا بالإسلام، إلى آخره، نعم. إلى آخر الدعاء. وفي الدعاء أيضا حكم وأسرار. من هذه الحكم؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الدعاء مخ العبادة، ورواية أخرى تقول: الدعاء هو العبادة. أمر آخر، نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء مترجما لمقتضى هذا الحديث أن الدعاء هو العبادة أو الدعاء مخ العبادة. وقد قال ربنا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية 56 من سورة الذاريات. وكذلك ما قاله ربنا عز وجل أيضا في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الغاية الأسمى، الغاية الكبرى العظمى من خلق الإنسان عبادة الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة. إذن هذا الدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نترجم هذا الحديث في حياتنا من خلال كثرة الأدعية المأثورة المقررة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لينسجم المسلم مع أحداث الكون ومع ظروف الحياة. يعني غير المسلم يا أخي محمد صالح ممكن يشوف المطر ينزل عادي، عادي مطر نزل، إذا كان خايف يتشمخ يروح يختفي وهكذا، وإذا كان ريح هبت الرياح ريح، شيء طبيعي، كل شيء طبيعي. إذا شاف إنسان ربي فتح عليه بنعمة من نعم ربما لا يقول شيئا، ولكن نحن في شرعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدعية في حالات خاصة، نعم. إذا كان واحد استيقظ من النوم ماذا يقول؟ دعاء الاستيقاظ. إذا كان خلد إلى النوم ماذا يقول؟ أيضا دعاء. وإذا كان نسقط المطر بسم الله، اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا، نعم. إذا كان هبت الرياح اللهم اجعلها رياحا، رياحا بالجمع ولا تجعلها ريحة، والفرق واضح بينهما. إن فيها لفت النظر لما يطرأ من عليك نور، نعم. الطوارئ التي تحصل في حياة المسلم في يومياته، نعم. بل أحيانا في دقائقه يجب أن ينتبه لها، لابد أن ينتبه لها. على ذكر الانتباه يا أخي، نعم. وأنت تعلم هذا الشيء والكل يعلم، الواحد كي يروح يبدأ في بعد الإحرام، يعني يروح للعمرة ولا يروح للحج، نعم. يعني يقول لك يكرر يجدد التلبية كلما تغيرت أحواله. قال رنا في الحافلة لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخره، وبعدين تعبنا نتوقف. إذا توقفت الحافلة طرأ طارئ وهو التوقف، نجدد التلبية. إذا انطلقت الحافلة من جديد أيضا نجدد التلبية، وهكذا تجديد التلبية مع تجدد الأحوال. لذلك نحن في شرعنا والحمد لله من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي طارئ يطرأ في حياتنا نتناغم معه وننسجم معه بالدعاء. هل علينا شهر رجب وهو من الأشهر الحرم؟ نستقبله بالدعاء، والدعاء مخ العبادة. أمر آخر نستقبله أيضا بالصيام. على فكرة، نعم.
الكل خاصة يعلم موضوع الصيام. بارك الله فيك. الكل نعم. يعلم بأن الصيام، لذلك بدأت به. قوافل الصائمين ما شاء الله يعني. قوافل نعم. يعني الناس راهي تصوم. الحمد لله. مجرد علمهم بدخول الشهر بدأوا في الصيام. والله هذا مظهر صحة نعم. في الأمة. كما أن هناك من الأمة من لا يصوم من رمضان إلى رمضان. نعم. ومن له عذر له عذره، ومن له ليس له عذر فليس له عذر، لأنه التدريب على الصيام مطلوب خلال السنة خلال العام. فيأتي هذا الشهر والحمد لله مظهر الصحة في الأمة بارز والحمد لله، من النساء والرجال، ربما خاصة من النساء، يعني استقبلوا هذه الأشهر الحرم كما أرادها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصيام. والإكثار من الصيام في هذه الأشهر هذا مطلوب وصاحبه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، ويتدرب لاستقبال شهر الله، شهر الفضيل اللي هو شهر رمضان المعظم. أيضا أمر آخر وهو في حياتنا الاجتماعية. نعم. الآن يا أخي محمد صالح لا يخفى على أحد ما يحصل في حياة الناس من ألوان الظلم والتفنن فيه. يعني الآن ونحن نتحدث عن الظلم، الكثير الذين يتابعوننا الآن كل يتفكر قصته وحكايته، هو شهر الحرم، هو عندها حرمة، وكان اللي ظلم بكري في الجاهلية كي يجي شهر الحرم ما يعتديوش، يعني يعطيو حرمة للشهر ما فيش لا تسيل فيها للدماء ولا شيء، يعني يكون سلم. والآن من المسلمين للأسف، وهذه ننتقد أنفسنا لمعالجة يعني أدوائنا وأمراضنا وتخلفنا والخلل الذي فينا من أجل التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هناك من يلحق الظلم بالناس ويتفنن في ذلك دون مراعاة لحرمة الأشهر الحرم، يظلم، يحقر داخل الأسرة، خارج الأسرة، مع الجيران، في الأسواق، في الإدارات، في كل مكان، حقرة ومشي. إذن تحريم الظلم في هذه الأشهر وتحريم الظلم في سائر الأشهر، لأن ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني آيات كثيرة تحرم وتجرم الظلم، والحديث القدسي الجليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أيضا: الظلم ظلمات يوم القيامة، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يعني وجود الظلم في حياة الناس الآن، والظلم بجميع صوره وأشكاله، ظلم معنوي، ظلم بالكلام بالتجريح، وظلم بالأفعال بالتصرفات، ظلم كبير في جميع مجالات الحياة، وظلم في التجارات، في الأسواق، في البيع والشراء، في الرهون، في 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 جميع، هذا مؤلم جدا. ربما جاءت الفرصة الآن ونحن الظلم في الأرواح، هذا السقوط للأرواح، يعني بارك الله فيك، تقتل وتزهق، ويعني إزهاق أرواح بلا حساب، بلا 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 حدود، وإسالة للدماء، وظلم في ظلم للأعراض، وظلم للعباد في الأنفس، وظلم للعباد في الأموال، سرقات واختلاسات وتغيير معالم الحدود وإلى آخره، وألوان الغدر وشهادة الزور، هذه كلها ظلم. كنت كلموا على الظلم، الظلم أي بجميع صوره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طبعا أحاديث تترى تؤكد حرمة الظلم في حياة الناس، والإنسان لا يتمتع بعبادته إذا ساد الظلم، حتى العبادة لا يتلذذها، لا يتمتع بالعبادة إذا كانت المظالم كثيرة في حياة الناس. لذلك أعتقد أن الإنسان إذا كان امتنع عن الظلم في هذا الشهر، في شهر رجب، شهر الحرام، هذا تدريب له على تجنب الظلم في سائر الشهور، لأنه ما هوش الظلم يعني في الأشهر الحرم ما يكونش الظلم وبعدين يعني يعوض ما فاته من ظلم. لذلك مراعاة حرمة الشهر الحرام شهر رجب وتحريم الظلم على أنفسنا وعدم إلحاق الأذى بالناس،
هذا تدريب عملي واقعي على تجنب الظلم بجميع صوره وأشكاله في سائر الشهور. وقد قال الشاعر في باب الظلم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لا تنم. نعم. إذن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، دعوة كتاب، دعوة من الله عز وجل لخلقه وعباده في هذه الأشهر الحرم، دعوة كذلك إلى الإقبال على الله عز وجل وعلى العمل الصالح، وكل هذا تهيئة للنفوس فهي تستقبل بعد الشهر الحرام شهرا مباركا هو شهر شعبان، وبعده الشهر المعظم شهر رمضان المبارك. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بلغنا رمضان إن شاء الله يا رب العالمين. مع أول متصلة أم أحمد من فاطمة، أم أحمد من تيارة نفقة، تواصلنا معها. إلى فاطمة من تبسة. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شيخ، أنا حابة نسأل، أنا متزوجة عندي 14 سنة. نعم. ولم أنجب أولاد، والسبب في زوجي، إلى أنه هو ما طلقني طلاق تعسفي. منعك من الإنجاب الزوج؟ لا لا، أنا لم أنجب مدة 14 سنة. نعم نعم. والسبب من زوجي، هي المشكلة في العقم في زوجي، إلى أنه في فينا واحد نهار قال لي نديك زيارة لداركم، كي قال لي أنا حب نتزوج، قلت لي ربي سهل. إيه؟ كي الدنيا جايبني على أساس إني زيارة لدارنا، كي وصل قال خويا راني حب نطلقها، أنا راني حب نجيب ذري وما نقدرش على زوج نساء. المهم رفع بيا قضية وطلقني طلاق تعسفي. نعم. مع انه المشكل فيه، وحتى كي جابني لداني دارنا جابني بالخدعه، كي وصلني كي عيط له قلت له علاه راك دير لي كيما هكا، قال لي لازم تخرجي انت من الدار، انا ما نحوس نجيب الزري. واول ما رفع لي قضيه، كي رفع لي قضيه قال باللي راهي هي لا تنجب اصلا، وان التحاليل اثبتت انها لا تنجب اصلا، وهي ما كانش منها الهضره دي. هو تزوج ولا لا؟ لا، مازال ما تزوجش. مازال مازال بصحة صاي كاين طلاق، بصح طلاق تعسفي. نعم. هو نصحنا الطبيب في الجزائر العاصمة، قال لنا ديروا التلقيح الاصطناعي. بصح هو كي قالت له، كي قالوا له التلقيح الاصطناعي، قال لهم حرام التلقيح الاصطناعي. والآن تفارقتوا ولا كيف يعني؟ فارقنا، طلاق تعسفي. نعم، أنتم الآن في فراق. نحن في فراق، بس أنا حبيت نعرف إسكو هذا ظلم يعني، واحد تعيش معها 14 سنة وانت على بالك بيه باللي يرى المشكل فيه هو، بس أنا ما على بال ما قلتش حتى الواحد باللي يرى المشكل فيه، وعايشة معاه عادي جدا ما خدعتوش نهار، وفجأة هو في الليل يقول لي نحب نتزوج، ونص الصباح يقول لي نديك لداركم حتى نخمم ونقدر ما نقدرش، وكي وصلني لدارنا يقول خويا انا راني راح نطلقها. نعم. من قدش على زوج نساء حب نجيب الزري، مع انه واضح يا فاطمه المشكله فيه. الان المهم انت تبقي في الخلق نتاعك، تبقاي ساترتيه وتبقاي على اخلاقك، لا تتنازلي عنها. نعم. انا لم اتنازل عليها، بصح في المحكمه اول ما رافع قضيه. نعم. قالوا القاضي سبب الطلاق، قال لي ان هي لا تنجب اصلا. نعم، عندك انت حق الرد والدفاع عن في المحكمة. نعم نعم، هو كي خرجت من الدار، انا خرجت على اساس اني زياره، ما هزيتش حتى حاجه معايا، خليت كلش في الدار، الوثائق كلها في الدار. الاحكام صدرت، الاحكام احكام المحكمه صدرت ولا لا؟ صدرت، نعم، طلاق تعسفي. يعني القاضي يحكم لكم بالطلاق؟ بالطلاق، مع اني قدمت له شهاده تثبت انا عكس ما يقولوا، باللي انا راني سليمه، باللي راه هو اللي عنده ضعف، وراه اقترح علينا الطبيب تلقيح اصطناعي، بصح هو يقول لي ما انا تلقيح اصطناعي راه حرام. كيفاش قالك حرام يا اختي فاطمه؟ كيف حرام تلقيح اصطناعي يعني؟ نعم. جائز يعني ومشروع، واش من الدليل؟ نعم، هو اولا هو طلت 14 سنه لم يظلمني يوما. ما شاء الله، اعتراف. لم يظلمني يوما، الى
إلى أنه تأثير كبير من الأهل تاعو، خاصة أخاه، خاصة أخاه. أنا أصلا أنا مانيش مسامحتهم، لأنهم 14 سنة وأنا معاه يعني على الحلوة والمرة، يعني سفريت معاه لدرجة ما يصورهاش العقل. تزوجت معاه في عمري 19 سنة بصح يعني، وفجأة انقلب عليا في ليلة الصباح، خرجني من الدار على أساس أني ماشية زيارة لدارنا. إن شاء الله فاطمة يعوضك ربي خير، تسمعي الجواب من سيدنا الشيخ. أنا حبيت نعرف إلا إلى هذا الله تعرف إن شاء الله ونوجهه. من حقه أنه يدير لي كلمة هكا. سنتفاعل مع سؤالك بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى بشار معنا السيدة فاطمة. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. انا ولدي محمد، شاكم لاباس؟ مرحبا سيده فاطمه. مرحبا لكم وتحياتنا لشيخنا سعيد بويزري. مرحبا الله يحييك. مرحبا بك. تحيه كاع سكان مدينه بشار. الله يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا شيخنا لاباس. الحمد لله سؤال عليك، بارك الله فيك. ربي يحفظك ان شاء الله. كاش امطار مليحه. الاول باش ما نطولش عليكم. كاش امطار في جهتكم يا فاطمه؟ نعم. كاش امطار عندكم؟ والله والو. والو. طلبونا ربي ان شاء الله يغيثنا صيبا نافعا. ان شاء الله يا ربي باذنه وقوته. ان شاء الله. تفضلي سيده فاطمه تفضلي. عندي سؤال اول فيما يخص توفي زوج وخلى زوجه. نعم. وخلى عده زوجات مطلقات. ولهم ابنات وذكور. دوك كي توفي خلى اغراض وخلى عقارات وخلى. فيما يخص العقار غير كراء تاع البلديه. ماهوش ملك. كيفاش يتصرفوا فيه الابناء؟ كراء. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني فيما يخص الاغراض وخلى شياه وراهم يحلبوهم يستنفعوا بالحليب، لكن الورثه الاخرين كيفاش يعني بغيت الشيخ علاهم الحق؟ هذو الصغار الزوجه اللي راهي كانت عنده ماهيش مطلقه. شحال البناء والبنات شحال خلى؟ تستعمل هذه الاشياء يعني من بعد الوفاه تخلي حساس تقسم التركه. سيده فاطمه. نعم. واش خلى اولاد هذا اللي مات ربي يرحمه؟ خلى عده زوجات مطلقات. لا اولاده شحال؟ عنده 15 بارك الله. 15 ذكور واناث؟ ذكور واناث، بصح من كل زوجه وحده وزوج، واحد وزوج يعني. ذكور اللي عنده شحال؟ الذكور عنده اربعه. اربعه ذكور؟ خمسه. والباقي إناث. الباقي إناث. 10 إناث. موحدة. 10 إناث. هذه اللي كانت في عنقو اللي كان متزوج بها. ما يهمش المطلقات، ما يهمش اللي مطلق، المهم أنه عنده في ذمته زوجة. إيه. وعنده خمسة ذكور. عنده خمسة ذكور من عدة زوجات، مش كان الزوجة. لا يهم ذلك، لا يهم. وعنده 10 بنات. عنده 10 بنات. الآن راه بعض الورثة يتصرفوا في التركة هكذا. يعني الزوجة هي وابنها، ابنها مازال صغار. الزوجة اللي راهي تتصرف. يعني الحليب تاع الشياه يعني الاشياء والاواني المنزلية مازال تتصرف فيهم درك. هي راهي حامل مازال ما وضعتش الحمل تاعها والعدة راهي في بيت زوجها. خلى والديه ولا لا؟ لا ما خلاش والديه. واضح إن شاء الله. هذا السؤال بغينا الشيخ يفصل لنا في هذه الحقيقة. إن شاء الله بإذن الله. أشياء يعني دارها. أنعم إيه. الأواني والآثاث والفراش وكل شيء مازال ما تقسمش. صح تستعملوا هي حاليا. شحال عنده ملي مات هذا الميت؟ راهو في 20 يوم. هذا 20 يوم وراه صاير هكذا؟ لا غير زعما احنا بغينا يعرفوا الشرع في هذه الاشياء واش يقولوا. ما كانش اشكال الحمد لله ولا حاجه. ولكن بعض الورثه ما همش راضيين التصرف تاع ممكن لانهم متفرقين وفي ولايات اخرين ماناش عارفين واش في قلوبهم واش كاين. ربي يجمع بينهم ان شاء الله. ان شاء الله. كاين سؤال اخر فيما يخص لي زامبو. واش بها هذا ضرق. المتوفى عنده لي زامبو دين. نعم. كيفاش يخرج من التركه او ماهوش دين او كيفاش؟ والمصلحه الضرائب واش قالت لكم؟ مازال ما قالوا حتى شيء، هو راهم يسالوا كاع الحيت اللي كان حيت شحال من عام، راهم تقريبا 20 سنه يسالوا. شيء واش؟ ما خلص. واش عنده؟ قلت لك راه عنده 20 سنه ما خلص لي زامبو. عمره ما خلص لي زامبو، كاع حياته كامل ما خلص لي زامبو. شوفي اختي فاطمه، هذا الامر فيه تنظيم من مصلحه الضرائب هي اللي احنا بغينا هي تتصرف. ما بغيناش المسائل القانونيه.
زعما يبقى دين على الميت او الورقه يخلصوه او انا نحن نجاوبوك حكم الشرع فيه، ولكن التنظيمات هي المعمول بها. ماناش باغي القانون، القانون معليش نشرع اكثر من، ولكن اذا كان القانون احيانا يعفيه، خاصه اذا مات الميت. عفوا الشرع واش يقول؟ بعض الديون الماليه تسقط بوفاه الميت، مجرد الوفاه تسقط. هذه حبيت نقول لك ان المصلحه هي اللي تقرر، هي اللي تقرر وتنظر. خلاص السؤال الثالث فيما يخص العشاء اللي يعطوه للميت. نعم. كاين بنتين مطلقات، وكاين بنت ماهيش متزوجه، وكاين ابناء صغار، هل يسالوا في العشاء او لا؟ نعم. الدراهم اللي يعطوها لهم العشاء لا كازنوس او منشار. فيما يخص السؤال الرابع. تفضلي. الله اسمحوا لي كتعطيكم على المشاهدين. فيما يخص لا روتريت. نعم يدخلوا فيها هذه الاطراف اللي قلت لك، المطلقات والبنت الغير متزوجه والابناء الصغار. وهذ الابناء الصغار كيفاش يعطوهم؟ كل واحد كونت وحده ولا مهم تتصرف في المال هذا ولا كيفاه؟ المطلقات، ما مطلقات الزوجات. زوجات لقات في وحده عندها ابن صغير عنده 6 سنين. بنها ياخذ، ولكن هي مطلقه يعني. ايه بصح كيفاش يحلوا لها كونت وحده ولا مو هي تتصرف، يعطوا المال لامها. نقولوا لك واش يديروا ان شاء الله. الام تاعو. واضح ان شاء الله. ولا اولاد تاع الام هذه اللي ها باقيه دوك، يعني واش تصرف على اولادها؟ يحلوا كونت على سميتها هي ولا كل واحد، لانهم مش كاع الاكبر فيهم عندها 5 سنوات. نعم. وكاين السؤال الخامس او السادس. مشايخنا الكرام. تفضلي. كاين واحد الابن راه يسول على الجانب القانوني، انا الشيخ الدكتور بيزري. نعم. فصلوا. هو متزوج بوحده موريطانيه، هو جزائري. ودوك راه هنا في الجزائر. وعندها ابن من موريطانيه اخرى. وما عندهش كيفاش يسجلهم عن طريق الجزائر، يعني باش يعقد هنا في الجزائر، وكيفاش يعني اصبحت له صعوبه باش يجي بهم من الطياره بطريقه قانونيه، صعب الحال. دوك راه خطرات يجي غير عن طريق الصحراء الغربية، وتلقى مشاكل بزاف. هو جزائري، أصله جزائري. عنده ولد ثم في موريطانيا. عنده ولد في موريطانيا، وما قدش باش يقري هنا، لازم له عقد زواج جزائري ولا وثائق جزائرية. كيفاش واش يعقد بها هنا في الجزائر؟ أو الله يخليك شيخنا الدكتور، الله ملح عليا هذا السؤال، وقال لك الله يخليك جاوبه بطريقة القانون. لا بأس إن شاء الله، سمعنا الأسئلة وإن شاء الله نجيبك السيدة فاطمة من بشار. أمال من المدية ونجيب إن شاء الله. أمال تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نشكركم على هذه الحصة. الله يبارك فيك كذلك. أخويا عندي عدة أسئلة. نعم. الأولى، ما حكم إنسان يخون الأمانة؟ كيف يخون الأمانة؟ مثال على واحد يعطيك زعما يودع عندك دراهم وبعد تاكلهم. نعم. وثانيا، انا زوجي ما يخلينيش نروح نقضي حاجياتي الخاصه، وايضا ما يروحش، وساعات تروح هكا بالخفاء، هل يجوز ولا لا؟ لا. زوجك يمنعك من الخروج؟ ماشي من الخروج، مثلا احيانا باه نشري حاجه ضروريه كالخبز وكا. هو اعطيك اذن تخرجي ولا لا؟ نعم يا امل. لا، باه نشري هذه الاشياء ما يعطينيش اذن، بصح تكون ضروريه بعض الاحيان. واضح. وسؤال اخر، ما حكم الزوج اللي يسب زوجة تاعو ويقذفها باشياء قبيحه؟ نعم. والسؤال الاخر، انا عندي دفتر في البنك، وما قلتش لزوجي بحكم انني مانيش حابه يعرف بلي عندي اموالي خاصه، هل هذا جائز ام لا؟ واضح ان شاء الله. وسؤال اخر، عندي اختي شغل فقيره، ماشي فقيره بصح زوجها ما يعملش، وتعمل غير تاع تشغيل شباب، وطلبت مني نعطي لها الفوائد الربويه، وانني خايفه يكون حرام ولا لا. لا. نجيبك ان شاء الله. اعطيكم الصحه وبارك الله. بسلامه سيده امل، شكرا جزيلا. نعم. نكتفي بهذا، فيه مكالمه اخرى.
خديجة من تيارت. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، كنت اتصلت في الأسبوع ما قبل الماضي، طرحت مسألة سؤال يتعلق بالأخت بتاعي، وكان شيخنا كان وعدني أنه يجاوبني في الأسبوع الماضي لكن ما جاوبنيش. اتصلت باش نذكره صح ما حكمتش. تفضلي بسؤالك. تفضلي. شوف اخويا محمد، الاخت نتاعي عندها حولي تلبسو اشتراتو من اجل الزينه. كنت قلت للشيخنا في الاسابيع الماضيه، كنت قلت له ان عندها مده طويله ما لبساتوش. المره في هذيك الحصه كان قال لي انه من الافضل انها تزكيه، وصيها انها تزكيه. بعدين عاود اتصلت وطرحت نفس السؤال مع بعض التوضيح، قال لي انه المده ما تهمش، المهم النية. السؤال دروك، هي الاخت نتاعي عندها نوع من الوسوسه، دروك هي تتساءل هل هذا الذهب واجبه فيه الزكاه ام غير واجبه، ام الاحسن يعني يستحب انها تزكي. واضح ان شاء الله. واضح. ستسمعين خديجه، ستسمعين جواب. هذا هو السؤال. تسمعين بعد قليل السؤال بتفاصيله. دكتور، عندي رجاء اخر. تفضلي. كنت طلبت من شيخنا انه يعني يعلمنا كيفيه حساب نصاب الذهب نقدا، وكنت طلبت منه نصاب الذهب من سنه 2007 حتى الى يومنا هذا. واضح السؤال اخي؟ واضح. محمد، رجاء. واضح ان شاء الله. شكرا. عفوا سيدة، بارك الله فيك. اذا على بركة الله نبدا دكتور. اذا مع الاخ امين ترك سؤال يقول انه اقام عقد مضاربة بينه وبين صاحب المال. صاحب المال طلب ثلثين، قال اخذ ثلثين ولك ثلث. بعد 6 سنوات يقول أمير أردنا تغيير مضمون العقد إلى النصف، هو يأخذ النصف وأنا أخذ النصف بدلا من الثلثين والثلث. يسأل عن حكم هذه المعاملة. نعم الأخ أمين، نفيدك بما يأتي بيانه. أنت عندك عقد مضاربة أو عقد قراض، طبعا هذا شرحناه مرارا. يعني شخص عنده مال يمده لواحد آخر يسمى العامل لاستثمار ذلك المال، على أساس أنه في الشريعة الإسلامية المال لا يلد المال، ولكن العمل هو الذي يلد المال. بمعنى واحد عنده مثلا 700 مليون سنتيم وما يقدرش هو يستثمرها ولا يتاجر بها، ولا يمدها لواحد آخر بعقد اسمه عقد القرض أو عقد المضاربة. وهذاك الإنسان الثاني العامل يستثمر ذلك المبلغ، وقد بينا أحكاما كثيرة فيما سبق، فلنعيد ربح الزمن والأسئلة كثيرة والله يبارك. الآن أنتم اتفقتم في البداية باش أنت تأخذ ثلثين من الأرباح، هو يأخذ ثلث. نعطي مثال عملي، إذا كان الأرباح كانت مقدرة بستين مليون سنتيم، يعني بستمائة ألف دينار جزائري، كيفاش نطبقوا هذه القاعدة حسب المتفق عليه بينكما؟ أنت تأخذ يا صاحب المال، أنت تأخذ 40 مليون سنتيم من أصل 60 مليون، وذاك العامل يأخذ 20 مليون سنتيم من أصل 60 مليون. يعني أنت عندك ثلثان وهو عنده الثلث، دو تير أنتير. هكذا هذا الاتفاق وهذا العقد مشروع موافق للشريعة الإسلامية. طيب بعد مدة 6 سنوات كما قلت في السؤال، انت الان بغيت تبدلوا صيغه العقد باش توليوا تقسموا الارباح بالنصف، يعني 50% 50%. هذا يعني كيفاش تقسموا مثلا 60 مثلا ربحتوا 100 مليون، كيفاش تقسموها بيناتكم؟ 50 مليون سنتيم لك يا صاحب المال، 50 مليون للعامل الذي استثمر ذلك المال، 50 50%. هذه المعاملة صحيحة. إذن اتفاقكما على تغيير مقتضى العقد في توزيع الأرباح بهذا الشكل
أمر جائز اطمئن تماما. كما معنى قاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم؟ نعم، هذه القاعدة يا سي أمين قاعدة في الفقه، بمعنى احنا عارفين باللي الإنسان الطهارة شرط صحة الصلاة، واحد ما يقدرش يصلي بلا طهارة، لازم يتوضأ، والوضوء هذا راه ورد في القرآن الكريم، الأركان تاعو الفرائض واردة في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة المائدة. وبعدين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الموطأ وكذا موطأ الإمام مالك وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية أداء الوضوء. يعني إذن هناك فرائض موجودة في القرآن، هناك سنن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سننه، وهناك مستحبات، وهناك فضائل، تفاصيل كثيرة في هذا الباب. المهم المطلوب هو الطهارة المائية، واحد يتوضأ بالماء، ولكن إذا توفر موجب من موجبات التيمم، مسوغ من مسوغات التيمم، يصير التيمم مشروعا في حق من عنده عذر من الأعذار المعروفة في الفقه. الآن إما واحد يكون مريض ولا ما عندهش الماء ولا إلى آخر هذا الكلام. الآن يا أخي العزيز، أنت راك تتيمم، إذا عندك عذر من الأعذار تتيمم، والتيمم موجود في القرآن الكريم، ربي قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذا وجد نواقض الوضوء بالماء معروفة، الأحداث وإلى آخره، هذه كلها معروفة باش ما نضيعش فيها الوقت. الآن ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء تماما، والوضوء هو الأصل والتيمم هو البدل. ونعطيك قاعدة، ما ينقض الأصل ينقض الوضوء. شفع عليها. إذا كان واحد خرج منه الريح مثلا وهو متوضي، نقول الوضوء تاعك لازم تعوده. طيب سيدي، وإذا كان واحد تيمم ودخل وقت الصلاة وتيمم خرج منه، أيضا لازم يعيد التيمم إذا كان عنده عذر من الأعذار تاع التيمم. إذن القاعدة اشفع عليها، ما يبطل الأصل يبطل البدل، والوضوء أصل والتيمم بدل. اتفقنا. ولكن في حاجة إضافية، أن ما ينقض التيمم هو وجود الماء. هكذا، هذه مقدمة باش تفهم القاعدة، إذا حضر الماء بطل التيمم أو بطل التيمم. ولكن أنبهك لأمر تحدث فيه الفقهاء كثيرا، إذا كان واحد تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء، إما يعني جيء له بالماء وهو في الصلاة وقد شرع فيها، هنا لا يتوقف عن الصلاة. لماذا؟ إن رب سبحانه يقول لا تبطلوا أعمالكم، واحد ما يبطل عمله. وزيد حجة ثانية، أن هذا الإنسان الذي تيمم وشرع في الصلاة فقد دخل في عبادة الصلاة بوجه مشروع، لذلك نظرا للحجتين المذكورتين إذا لا يقطع صلاته، يكمل. وإذا كان أتم صلاته ثم بعد ذلك وجد الماء أيضا لا يعيد، وإذا أعاد فيجوز، كما في حديث أبي داود ذكرناه في مرة من المرات أو أكثر من مرة، هذوك رجلان سافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لم يجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، وبعدين بعدما تيمم وصليا ثم وجد ماء، وبعدين أحدهما لم يعد الصلاة، لم يعد الوضوء ولا الصلاة، والآخر أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. وحينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث أبي داود، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد صلاته بوضوء جديد، قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. أما الثاني الذي توضأ من جديد وأعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين وفرح الإثنان. طبعا الوقت لا يسمح باش نفصل في مقاصد هذا الحديث النبوي الشريف. الآن إذا كان ضرك يا أخي العزيز واحد أرتيمم وبعدين لم يبدأ في الصلاة أصلا، لم يشرع في الصلاة ووجد الماء، هنا نقول إذا حضر الماء بطل التيمم، هنا يترك الطهارة الترابية ويلجأ ويذهب إلى الطهارة المائية وهي الأصل. هذا البيان أعتقد كافي يا أخي أمين. نعم. بالنسبة للسؤال ورد إلينا أيضا، تقول صاحبة سؤال طلب مني زوجي أن أتنمص
وقالت أني سمعت بأن هذا الفعل يحرم، فماذا أفعل فضيلة الدكتور؟ لا تفعلي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاطمة بسة، طلاق تعسفي. نعم. هذا إن شاء الله ربي يبارك في الوقت. الظلم اللي ذكرناه منذ بداية الحصة. بارك الله محمد صالح، بارك الله فيك. ذكرنا الظلم. نعم. هو الظلم. صور الظلم. صور. هذه صورة من الصور. نعم. هذه صورة من صور الظلم المحرم شرعا. 14 سنة زواج، وبعدين في الأخير يطلقها بهذه الطريقة الملتوية. يعني الآن ابني كلامي على كلام الأخت فاطمة متبسة، هي تقول ما مرزقكمش ربي، ما عندكمش أولاد. أولا ما خلتش الدنيا، يعني على فكرة، يعني مو بعد يعني محسوب خلاصة الدنيا، وكان بزاف اللي ما عندهمش أولاد عادي. المسلم اللي عنده الإيمان بالقضاء والقدر يقول مرحبا باللي عطى ربي، يا إما يبقوا هكذاك بدون أولاد والله يبارك عايشين كما يعيشوا الناس عادي تماما، وعندهم يقين في الله عز وجل مرحبا باللي عطى ربي سبحانه، وعندهم أجر كبير إذا احتسب ذلك لله سبحانه وتعالى ووثق صلتهما بالله سبحانه وتعالى. وإذا راحوا جابوا كفالة ذلك أيضا مشروع، يجيبوا كفالة أنا وهاتين في الجنة كهاتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. يعني هذه رواية الحديث، ما شاء الله يجيبوا كفيل يعني مكفول يتكفلوا به، أو في الشريعة الإسلامية مشروع وجايز وحلو وكان أجر كبير. وإذا كان في القانون تاعنا يروح القانون 84-11 المادة 116 إلى غاية المادة 125 كان أحكام الكفالة مفصلة في هذا القانون الجزائري، في قانون الأسرة الجزائري الله يبارك. ولكن هذا الرجل الله أكبر راح داها يعني زيارة، وبعدين قال الخوك أنا حبيت نطلق كذا وكذا، وبعدين تعدد أنت سمحتي له وهو رفض، قال لك ما نقدرش نعيش زوج. يعني سبحان الله كل هذا كلام فارغ، هذا الكلام هذا ظلم. يعني في كل مرة هذه صور الظلم راهي في نفس الحكاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يقول تحاليل، أنت قلتي أنه ثبتت أنه هو اللي عنده عقم، وبعدين نسب ذلك إليك، يعني أنت وقال ذلك أمام عائلتك وأمام القاضي، قال لا تنجب أصلا، هكذا قلت وكتبتها حرفيا. هذه كارثة كبيرة، لأنه علاش يكذب؟ علاش يكذب؟ لأنه بغى يطلق يطلق، وطبعا يتحمل مسؤوليته أمام الله، والأصل في الطلاق الحظر كما قرر سادة الفقهاء. ولكن هو لم يطلق بأحسن، هذه طلق بالتعسف، بدليل أن الحكم القضائي حينما صدر وصفه بالطلاق التعسفي كما قلت. نعم، وهذا موجود في القانون 4811 المادة 55 طلاق تعسفي. يلا، وبعدين والقول بخلاف الحقيقة هذا زور، هذا زور. أذكره وأذكر الجميع وأذكر أنفسنا جميعا، نذكر أنفسنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وما هي أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وبعدين ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. الراوي يقول كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت، خطر ما كانش كارثة ما كانش ظلم كيما شهادة الزور، هذه حرام. علاش يقول قدام القاضي باللي هي ما تنجبش، والحقيقة خلاف ذلك. لماذا؟ لأن إنكار الحقيقة نوع صورة من صور الزور، شهادة الزور هذه راهي عندها صور كثيرة، هذه صورة من صور. بالمناسبة نقول أرشدك وأرشد الغير الجميع إلى القانون تاع الدانة، قانون العقوبات، في المادة 332 إلى غاية المادة 341 في الفصل السابع من قانون العقوبات الجزائري، الصفحة اليمنى في وسط الصفحة، واش مكتوبة؟ مكتوبة شهادة الزور واليمين الكاذبة. هذا هو العنوان اللي داروا القانون تاعنا، قانون العقوبات الجزائري في الفصل السابع، شهادة الزور واليمين الكاذبة من المادة 332 إلى غاية المادة 341. وكان هناك صور للزور واليمين الكاذبة موجودة في هذا القانون، وهي مجرمة، وبذلك القانون يوافق الشريعة الإسلامية في التجريم، وكذلك قرر قانون العقوبات ألوانا من العقوبات، من الغرامات والسوي والحبس وهكذا إلى آخره. اعذروني سيدة الافاضل، خطر ما كانش حاجه مؤلمه كما الباطل، كما الظلم، كما الحقره. للاسف. وبعدين التلقيح الاصطناعي، انت قلتي نصحنا بالتلقيح الاصطناعي وهو قال لا يجوز، هذه كارثه اخرى. يا ولدي واشني هذه، يجوز لا يجوز؟ اللي يفتح فمه يقول واش يحب، حلا يا سيدي، حرام.
ما تعرفش حاجة، ما اسأل يا أخي. التلقيح الاصطناعي يجوز، يجوز شرعا بالشروط التي أذكرها الآن بسرعة إن شاء الله. برك ربي يبارك في الوقت، أسئلة كثيرة. وإذا كان ما كملناش ألتزم، إذا ربي كتب لنا طول العمر باش نجاوب على جميع الأسئلة اللي بقات، ألتزم شخصيا باش نجاوبوا على هذه الأسئلة مادام طرحت في هذا المجلس. يلا، الشرط الأول أن يكون الزواج شرعيا بين زوج وزوجة. الشرط الثاني أن يتم التلقيح الاصطناعي برضا الزوج والزوجة. الشرط الثالث أن يتم التلقيح الاصطناعي حال حياة الزوجين، لا بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. رقم ثلاثة، الشرط الرابع أن يتم بماء الرجل وببويضتي وببويضة المرأة الزوجة، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس وقد ذكر حتى في القانون بالمناسبة اللي سمعته، موجودة في الشريعة وموجودة في قانون 84-11 في المادة 45 مكرر، روح تلقى هذه المادة. وأضاف المشرع الجزائري ما يتعلق بمنع اللجوء إلى الأمة البديلة لا مير بورتوز، يعني ما يقدرش الزوج والزوجة يجيبوا مرأة كما يديروا في بلاد الغرب، بلدان غربية يعني في إيطاليا وفي بريطانيا وغيرها من البلدان الأم الحاضنة، يعني لا لا يكريوا يعني رحم المرأة، الأم الحاضنة يسميها، نعم يكريوا المرأة بعقد باش يديروا التلقيح الاصطناعي في كرشها في بطنها في رحمها، وبعدين هي تحمل، وبعد 9 شهور يجيوا يجيبوا الورود ويستلموا الولد ويعطيوا دراهم، يعني كراء الأرحام وكوارث هذه. وفيهم كوارث موجودة، الوقت ما يسمحش باش نقول واحد المصائب راهي موجودة، الحمد ربي رانا مسلمون يا ربي، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا الأخت تسأل تقول هل هذا ظلم؟ نعم هذا ظلم بعينه، بعينه 14 سنة يرميها، والحمد لله أن الحكم القضائي صدر بتعسف الطلاق، يعني طلاق تعسفي. وإن شاء الله ربي يعوضك يا أختي فاطمة، ما تخافيش كاين ربي وهذا ما كان واش نقول. آمين إن شاء الله. واش وين وصلنا؟ فاطمة من بشار. وقت فاطمة من بشار يلا اهتزت الأرض، انتبهت؟ نعم الله يبارك. نعم. الله أكبر، الله أكبر، نعم الله أكبر كبيرة. نسأل الله السلامة. نعم نسأل الله السلامة. نعم سبحان الله العظيم، ونحن نتحدث عن الظلم. نعم والأرض تتحرك، والأرض اهتزت. هنا نقولوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم لازم نتفكروا هذه الآية. نعم ونتفكروا بأن الظلم يزلزل القيم ويزلزل الأسر ويزلزل المجتمعات، وكذلك لازم نتفكروا باللي يجي يوم القيامة. وربي قال في آخر ما أنزل الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا الزلزال ذكرنا بما قاله ربنا سبحانه، هو رسالة، وما يعلم رسالة. نعم. نعم وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاطمة، فاطمة تقول أن هناك فلان مات وترك زوجة ومطلقات، هناك عقار أغراض غير ذلك، وبعض الورثة ينتفعون بهذه الأشياء. الجواب بالنسبة للفريضة سريعا، الزوجة اللي بقات في ذمته ترث ثمن لوجود الفرع الوارث، 5 أبناء مع 10 بنات، الباقي تعصيبا، أصل المسألة 8، الزوجة عندها 1 من 8، الباقي 7 لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمتها على 20، يعني مع تضعيف رؤوس الأبناء، فبالتالي في المسألة فيها انكسار، تصحح بضرب 20 في 8 ويولي أصل جيد وهو 160، وترث الآن الزوجة 20 من أصل 160، والأبناء والبنات يرثون 140 من أصل 160، ولكل ابن 40 من أصل 160، ولكل بنت 20 من أصل 160. هذه الفريضة أني قلتها لك. أما بالنسبة للأغراض هذه لا يجوز يا أختي، إذا كان استعمال مؤقت معليش، ولكن لا يدعي أحد ملكيته لهذه الأغراض. يا أختي فاطمة ربي يحفظك، إذا كان راهم 20 يوم ماشي بزاف، يستغلوا هذوك الأواني ولا هذوك الفروش ولا كذا، لا ما كانش حرج، ولكن نهار اللي يقسموا لازم يديروا في بالهم باللي جميع الورثة يورثوا في هذه الأغراض، ما يجي حتى واحد يستأثر أو يستحوذ بشيء من الأشياء، كلهم مشتركون، يقسموها على حسب الفريضة. نعم. ويطبقوا قواعد التخارج بيناتهم ويفريوها، سواء تعلق الأمر بالعقار
وإذا كان ولا تعلق الأمر بالأغراض الأخرى يعني بالمنقولات الأخرى. هما نعم. قال هناك كما قالت يعني شياه وغير ذلك ينتفعون بحليب هذه الحيوانات وغيرها. لا الآن حتى الانتفاع كي يجيبوا الحليب وكذا لازم يقسموه بيناتهم على حسب الفرضة اللي قلتها لكم. إلا كان برضا نتاعهم كاين ورثة هنا ورثة بعاد وغير نعم ذلك. لازم نعم. هو إذا كان جابوا لابد من القيام على شؤون هذا الأمر. نعم يخبروهم قالوا ولدي هو خرجنا 40 ريتلة نتاع اللبن نتاع حليب نعطي لكم الحق نتاعكم. اذا كان قال لهم معليش استغلوا هذا الحليب وكذا حتى نقسموا معليش المهم بالرضا ما يجيش واحد يستحوذ هكذا عنوه لا هذا ما كان. اذا عنده الحليب الخليب راه كل 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 نهار يجيبوا الحليب نعم. علاش يديه واحد ولا زوج ولا ثلاثه ما يديهوش لانه هذوك الورثه كلهم خلفاء فيما تركه المورث واذا قعد فسد نعم نعم ما يخليوش يعني لا, لا يفسد. بالنسبة للضرائب ضرائب شيخ سهلة مهلة شرعا شرعا لا يمكن لابد تتعلق بالتركة حقوق من هذه الحقوق الديون ديون الله وديون العباد من ديون العباد الضرائب هكذا هذا شرعا ولكن ما قاله أخي محمد صالح أؤكد عليه تماما أن هناك إعفاءات بعض الإعفاءات نعم. تقرر للورثة بعد وفاة مورثهم هذا كميه خلاص هناك اعفاءات يعني ربحا للزمن تروحوا الى مصلحه الضرائب يروحوا تما يعطوهم كاع المعلومات يجبدوا كاع واش عنده واحيانا بعض الامور يخلصوها يخلصوها نعم. الورثه من التركه من التركه والباقي يدير لهم اعفاءات ان شاء الله تعالى. اسمحي لي فاطمه خاطر كان اسئله كثيره لازم نكملوا نعم. بقات بعض عشان ميت دكتور هذاك العشاء ونجاوب نعم. كامل منحة ونجاوبك على كل شيء هذا اولا واش قال القانون هذاك هو الصح باش نتفهموا مليح بمعنى القانون كي يعطي هذاك العشاء يعطيه العشاء يعني المصاريف نتاع تجهيز الميت هذا مكان تصرف للميت تصرف لفائدة بعض المناطق سميوه عشاء القبر عشاء القبر نعم. أما المنح هذه تمنح للأرملة وتمنح للبنات غير المتزوجات قانونا وتمنح للأبناء الصغار إذن هذه لهم هذا ليس ميراثا هذا يثير الجدل على بالي اعلم ذلك هذا ليس ميراثا الله غالب الوقت يزيد لنا كاش ساعه ولا باش نكملوا كاع ما فيش ما فيش ساعه واحده على ما قل وكفى انا التزمت الان علنا يعني هذه الاسئله نعم. اذا كتب ربي في العمر يعني هذه تحتاج موضوع يعني معليش هذه موضوع من اهل الاختصاص واهل الفتوى انا كنقول لك الان من ناحيه القانونيه كي يكون القانون نعطي مثال عملي سريع على بالي بالجدل الفقهي وكذا وكذا الى اخره ولكن ارجح الاتي إذا كان قانون يمنح منحة هذيك للبنات غير متزوجات طيب سيدي آتي أنا أو أنت أو أي واحد نعم. نقول لا هذا نعتبره ميراث ونعطيه للآخرين كامل ترفع دعوة للقضاء القاضي يحكم بمقتضى القانون نعم يقول القانون هذه المنحة تروح للبنات اللي ماشي مزوجات لأنه يعني منصوص عليه منصوص عليه نعم فبالتالي إذا القانون حدد فلا بد من احترام تحديد القانون دونك ما يسمعليش واحد يقول كيف الشريعه والقانون انا مع الشريعه يا ولدي الشريعه الايه 18 من سوره الجاثيه ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولكن انا ايضا رجل قانون بمعنى لازم نخدم حتى بالقانون باش نقول ولي الامر نطيعوه نطيعوا الامر في حدود ما اباح الله عز وجل لماذا لا دعوه الى جعل هذه حبيت نقولها يصب في هذه حبيت نقولها راك نحيتها من لساني بارك الله سبقتك اليها عليك نور لذلك الذي نتمنى ونرجوه باستمرار ان النص القانوني يتوافق مع النص الشرعي نعطيك حالتين شيخ تفضل الان احنا ورثه متفاهمين نعم واش تنصحنا نقسموه ميراث ولا بالقانون عليك نور اذا كان متفاهمين يقسموه بالميراث لا حرج اذا ما تفاهموش ما تفهموش يلا يقول لك انا اعطي القانون واخذ حقي خلاص والسلام بارك الله فيك وان شاء الله اكيد سنعود الى هذا الموضوع في مزيد من التفصيل في فرصة لابد من ذلك ان شاء الله لابد من ذلك واملنا ان تتفق قوانيننا مع شريعه الله عز وجل نعم موضوع التقاعد موضوع التقاعد المنحة التقاعد هذه خاصة أبناء الصغار ولا هذه شوف المنحة اللي الأرملة لا تمس نتاعها لازم تفهموا مطلقة لا المطلقة لا الأرملة المنحة اللي يعطي لها القانون نتاعها هي أولادها ما يشاركوش أما المنحة اللي تمنح قانونا أعود مرة أخرى نعم. إلى البنات غير متزوجة أبناء الصغار أيضا ملك لهم ولهن وفقط
ولا يجوز استحواذ عليها الا بمحض اراده عن طيب نفس. اذا كان هي بغت تعطي بعض الاموال لاولادها هي حره ولكن بغير اكراه. نعم. قالت هل نفتح حسابات؟ سالت عن التنظيم شيخ. نعم. هنا اقول لك الماده 89 القانون، القانون تحدث نص قانون الاسره الجزائري عن صياغ التكفل بهؤلاء، الولايه والوصايه والتقديم، عودي الى هذه المواد تلقى في هذا الشيء. نعم. يعني ممكن تكتبها على اسمها ما كاش حرج باعتبارها هي الولي طبقا الماده 89 من قانون 84/11. الان لتصحيح الجانب القانوني، هذا الرجل الذي تزوج بموريطانية ويريد ان يسوي وضعيه الابن، يعني شوف سيدي. نعم. لازم يرجع الى القانون نتاع الجزائر اللي يقول اذا كان هناك طرف اجنبي ما دام هي موريتاني وهو جزائري. نعم. لازم يخضع للحصول على الاستخراج رخصه اداريه مسبقه من مصلحه تابعه للسيد الوالي. إذا تحصل على هذه الرخصة الإدارية المسبقة بها يلجأ إلى ضابط الحال المدنية لتسجيل عقد الزواج. ما دام هو عقد زواج مغفل وقد تم الزواج فيما بينهما، هنا نلجأ إلى قانون 84/11 المادة 22 باعتباره عقد زواج مغفل. لازم نجاوب بسرعة لأنه نعم خيانة الأمانة يا شيخ. بالنسبة للأخت أمال من المدية. أمال المدية، خيانة الأمانة لا يجوز. خلي لك دراهم ما تصرفيش فيهم، واذا تصرفت فيهم فذمتك مشغوله بذلك. اعطاك 20 مليون راهي في يدك، صرفتي بهم لحال من الحال فانت مدينه ب 20 مليون وضامنه لازم ترجعي له هذيك 20 مليون. زوجها ما يعطيهاش الاذن ولكن تحتاج الى شراء بعض اللوازم. كي تكون الضرورات لا حرج في ذلك، تبقى لقوله تعالى في سوره البقره الايه 173، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. سب الزوجه وقذفها هذا امر لا يجوز، هذه صوره من صور الظلم المحرم شرعا. لها دفتر ولا يعلم الزوج به؟ بلا ما يعلم، لا تخافي الرجل كيما هذا ديري عادي. ذمه نعطي لك بالشريعه والقانون. نعم. الذمه الماليه مستقله. نعم. إيه انت عندك اموال ما يسلك حتى واحد، وإذا شفتي مع هذه الأمور اللي راهي يديرها عندك حساب بنكي لا شي شرط يعرف، لا شي شرط يعرف، خليها عندك عادي. الأخت تطالب بالفوائد الربوية، هل تعطيها؟ فإذا كانت محتاجة الجواب يجوز أن تصرف إلى الفقراء والمساكين وكذا وكذا، وكذلك أختك هي أيضا ممكن تعطي لها جزء أو كل الفوائد الربوية وليس في ذلك حرج. خديجة أنت الأسبوع القادم إن شاء الله. خديجة. شفتي خديجة ولا غير عندنا مية ولكن غالب. نوعدك إن شاء الله في المرة القادمة. نستفتح بسؤالك إن شاء الله بحول الله. الأسبوع القادم إذا كنت غائبا في الأسبوع اللي بعده. بحول الله. حتى إذا كان جاوبوك أنا سأجيبك لأني التزمت إن شاء الله. وما يلفظ من قول إلا لديه. شكرا دكتور، شكرا لكم مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.